من بين الأخبار المهمة أيضاً اللي حدثت بالأمس الخبر الخاص أو الإعلان الخاص بوزارة الداخلية بنشر فيديو. الفيديو ده بيوضح الجهود اللي قامت بيها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية في ضبط القضايا المخالفة. تواصل أجهزة وزارة الداخلية تصديها للجرائم التي تضر بالبيئة والثروة الحيوانية والزراعية والداجنة وكذا ما يضر بصحة الإنسان. في هذا الإطار كثفت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من حملاتها وتمكنت وبنطاق محافظة المنوفية من ضبط مصنع أعلاف حيوانية بدون ترخيص بداخله خط إنتاج لتصنيع المواد الخام من مخلفات الدواجن وخمسون طن مواد خام من بروتين الأعلاف، وتمكنت من ضبط شركة بدون ترخيص للصناعات الغذائية بمضبوطات خمسة أطنان ذرة صفراء وأكثر من طنين مكسبات طعم ومواد غذائية، كما تم ضبط شركة بدون ترخيص للمواد الغذائية بداخلها قرابة 46 ألف عبوة مواد غذائية بالمنوفية، ونجحت في ضبط 98 طن مواد خام للغراء بمصنع بدون ترخيص للغراء. وتمكنت الإدارة من ضبط أربعة محلات ومخزن للأسمدة الزراعية وتجارة الأعلاف بدون ترخيص بمضبوطات أكثر من ثلاثة أطنان أعلاف حيوانية وقرابة 18 طن ونحو 2500 عبوة أسمدة زراعية بدون ترخيص، كما نجحت في ضبط مخزن بدون ترخيص للمواد الغذائية بداخله أكثر من أربعة أطنان مخللات وملح طعام بنطاق محافظة المنوفية. وبنطاق مديريتي أمن القليوبية والمنوفية كثفت الإدارة من حملاتها وتمكنت من ضبط أربعة مصانع وثلاثة محلات وشركة ومخزنين للأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمضبوطات 79 طن ونصف أعلاف بدون ترخيص، كما نجحت في ضبط قرابة 11 طن وخمسة آلاف عبوة مواد غذائية داخل مخزن ومؤسسة بدون ترخيص لتجارة المواد الغذائية بالمنوفية. وأسفرت جهود الإدارة في مجال التصدي للتعديات على نهر النيل والمجاري المائية عن ضبط 524 قضية تعدي بنطاق مديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية وقنا والشرقية والأقصر. وبنطاق مديريتي أمن بني سويف والقليوبية تمكنت الإدارة وفي مجال الثروة الزراعية من ضبط أربع قضايا بمضبوطات 18 طن أعلاف وواحد وأربعين طن وأكثر من 9000 عبوة أسمدة ومبيدات زراعية بدون ترخيص. وفي مجال حماية البيئة تم ضبط ثلاث قضايا بمضبوطات بلغت 62 طن مواد غذائية بدون ترخيص بنطاق مديريتي أمن بني سويف والقليوبية. وبنطاق محافظة بني سويف تمكنت من ضبط ست قضايا متنوعة في مجال حماية الثروة السمكية. وتتواصل جهود الإدارة للتصدي لكافة المخالفات التي تقع بنطاق اختصاصها.